السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أحبتي إلى هذا الفيديو التعريفي بصناعة اليوزر فورم في الـ VBA. طبعا هو عبارة عن سؤال ورد من أحد الإخوة على مجموعتنا، ويسأل فيه كيف يقوم بربط التكست بوكس هذا بالأزرار الموجودة في الآلة الحاسبة هنا. طبعا هذا الموضوع مرتبط باليوزر فورم في الـ Visual Basic، وبالتالي إذا ذهبنا إلى الديفلوبر ومن ثم الـ Visual Basic في إكسل، لاحظ معي هنا تظهر لديك هذه الواجهة، وهي كيفية تصميم الواجهات والبرامج التي يمكنك إضافتها للـ VBA، وأيضا تطوير العمل على الإكسل وجعله ذو واجهات رسومية تحاكي المستخدم. لن نتطرق في هذا الفيديو القصير إلى كيفية صناعة هذه الآلة الحاسبة، إنما سأقوم بشرح كيفية العمل عليها وسأزودكم بالملف ويمكنكم الاطلاع عليه. طبعا إن شاء الله في الفترة القادمة سينطلق المستوى الثاني من كورس احتراف الـ VBA بعد أن أتممنا المستوى الأول ولاقى إقبالا ونجاحا كبيرا ولله الحمد. سننطلق في المستوى الثاني الذي سيتمحور عن كيفية صناعة البرامج والواجهات الرسومية في الـ VBA في إكسل. طبعا كما تشاهد هذه هي الآلة الحاسبة وبها جميع العمليات الحسابية التي طلبها الأخ. طبعا إذا ضغطنا هنا على هذا الصورة الموجودة في ملف الإكسل، طبعا هذه الآلة الحاسبة يمكنك استخدامها بكل سهولة. على سبيل المثال أنت أردت أن تقوم بأي عملية، مثلا 6 زائد بالضغط على الزائد ومن ثم 4، وعندما تضغط على equal to ستكون النتيجة 10. كذلك الأمر إذا أردت أن تقوم بمسح هذه النتيجة وتريد أن تقوم بعملية الماينوس 9 ناقص 6 وأيضا equal to ستكون النتيجة 3. أيضا بالضغط على clear و 9 مقسوما على 3 و equal to ستكون النتيجة 3. أيضا لو أردت أن تقوم بعملية الضرب ف clear 9 مضروبا ب 3 ستكون النتيجة 27 كما تشاهد. أيضا باقي العمليات، سواء أردت أن تقوم بإجراء عملية 1 على x، وبالتالي تقوم بكل سهولة بالضغط بكتابة الرقم على سبيل المثال 5 وتقول 1 على x equal to، تلاحظ أن النتيجة صحيحة. أيضا الـ x عاملي، إذا أردت الحصول على العامل لأي عدد 5 عاملي تساوي 120. كذلك الأمر الأس لأي عدد، يمكنك القيام ب 8 أس على سبيل المثال 2 ستكون النتيجة طبعا 64، هذه هي النتيجة. أيضا لو أردت الحصول على مكعب أي عدد، على سبيل المثال الرقم 64 تريد الحصول على مكعب العدد 64، بالضغط على equal to هذا هو مكعب العدد 64. أيضا مربع العدد 8 على سبيل المثال هو 64. الجذر التربيعي لل 64 بالضغط على الجذر equal to 8. كذلك الأمر إذا أردت أن تقوم بقسمة الحصول على القسمة الصحيحة، مثلا 8 مقسوم على 3، طبعا سيكون النتيجة 2.66 لأني ضغطت على القسمة هنا. بينما إذا قمت ب 8 قسمة صحيحة على 3 ستكون النتيجة 2. كيف أستطيع الحصول على باقي القسمة؟ بنفس الطريقة، عندما أضغط على 8 أريد باقي القسمة لقسمتها على 3 تكون النتيجة 2. أيضا هنا يمكنك هذا الكلير. كذلك الأمر لو وضعت أي رقم وأردت الحصول على النسبة المئوية له، ضغط يساوي تحصل على النسبة المئوية. بفرض أنك كنت تقوم بإدخال مجموعة من الأرقام ووجدت أنك قد أخطأت في إدخال رقم، يمكنك بالضغط على الزر C حذف أي لمكان الخطأ ومن ثم تعاود الإدخال بكل سهولة، وبالضغط على زر الخروج سوف تخرج من الآلة الحاسبة. إذن بهذه الطريقة أحبتي هذه هي الآلة الحاسبة، والكود سيكون مفتوحا لك وهو موجود، تستطيع الوصول إليه وإلى جميع التعليمات فيه إن كان لديك اطلاع في المستوى الأول، فإن شاء الله تستطيع التعامل معه بكل سهولة. إن شاء الله في الأيام القادمة ستنطلق دورتنا لتعليم تصميم البرامج والواجهات الرسومية في الـ Visual Basic. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.